يقولكم هذا رجال يقال له أبو عبد الله. أبو عبد الله هذا كان عندهم عبد الله تسوى عنده الدنيا كلها. ليش؟ طبعاً غير أسلوبها الزين وصناعتها وتعاملها وعشرة السنين اللي بينهم، كانت طباخة وله بيت طبخ، طبخ ياكل أصابعه وراه. وبعض الناس يقول أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته. طبعاً هالشيء ما ينطبق على كل الرجال ولا أغلبهم، لكن بعضهم. ومن هالرجال أبو عبد الله اللي كان يموت فم عبد الله ولا يسمع فيها. يا نكار السمعة، عاد ورا أخوك لا مني قضيت من صلاة الفجر إلا ألقى هاك القرص الحار. الله يرحمها أبو عبد الله، الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها. سليمان، سام سام الله عدوك. خوك اروح السوق ادورك ما القاك، عسى ما شر. مشغول بالنخل. النخل، يوم اطريت النخل ذكرت ام عبد الله الله يرحمها. لمن جيت من النخل الا زينت اللي هكا المحله عليها سمن. يا ابو عبد الله، يا ابو عبد الله، ام عبد الله ماتت، راحت لخالقها الله يرحمها. الله يرحمها. انس يا اخوك، انس انس، وانا اخوك انس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سليمان، سم شلونك؟ طاب لونك. رحت النخل ما لقيتك في ذاك. ها هذا أنا قاعد. سليمان، سم يا أخوك ما دريت؟ عسى ما شر. جاني حرامي. ها هل فايت؟ لا بحياة أم عبد الله الله يرحمه، الله يرحمه. وأم عبد الله تصوت، أم عبد الله حرامي، يا أم عبد الله حرامي. وأنا أجيك طالع يوم دخلت على أم عبد الله إلا مزينة هكا المراصي وعليها هكا السمن. أبو عبد الله، سم والحرامي وش صار عليه؟ طاس طاس. وأنت ورا ما تصعدني جاي. هلا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ولدي يا عبد الله، ما ودك تشوفون حل مع ابوك؟ والله يا عمي ايش تبغى نسوي؟ حاولنا معه بس ما بدينا شيء. ايه اسمعوا انا عمك، انا عندي لك شور كود انه يجيب شيء طيب مع ابوك ورا ما تشوفون له عروس ويتزوج. تلقى يوافق يا عمي؟ بيوافق غصبا عنه. والله بنحاول، نبي نشوف، بكلمه. ها شوف الامر وعلمني. ابشر. يا سلام عليكم. يا هلا. سمي يابا. وش عندك جاي مبتسر؟ حبيت قلت اجي اتقهوى انا وياك ونسولف، واختي جايبه الفطور ونبي نفطر ونستانس. ما انت بجاير انت واختي كلها فيكم بلا. يبا انت ايش فيك؟ من يوم ماتت امي وانا واختي ما انت بطايقنا. امك الله يرحمها والله عليها كالمريجيته. يبا خلي المريقيقه عنك، انا بكلمك في موضوع الحين. انت لازم تتزوج، نبي المره تقوم فيك، تغسل ملابسك، تسوي لك الاكل. انا واختي ترى انشغلنا في عيالنا الحين، ما انا بفاضيين. ما هو بنا اللي ياخذ عقب ام عبد الله الله يرحمها. امك الله يرحمها كان علي هكا الهريس. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاي جاي. السلام عليكم. عليكم السلام عمي. قلط. كرمك الله يا ولدي، كرمك الله. أقول بشر، صار شيء في موضوع أبوك؟ والله يا عمي حاولت انا واختي بس ما في فايده، ابوي راكب الراس وراه. لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمع يا ولدي يا عبد الله. سم. الحل الاخير. افتح له دكان كود انه يسلى وينسى ام عبد الله الله يرحمها ان شاء الله.
الله يرحمه، بس يا عمي يعني بيوافق. ان شاء الله انه بيوافق، انت بس افتح الدكان وبيوافق. نفذ ان شاء الله. ابشر ابشر. توكلنا على الحمام وانا عمك. افتح الدكان ان شاء الله. طيب قلط يا عمي. اكرمك الله يا ولدي، اكرمك الله. السلام عليكم. الله يستر عليك. أم ناصر، أنسم دوتس هذه حطيها تحتك على أرض حارة العلج. إي والله الله يعطيك العافية ويطول لي بعمرك. إيش بلا تطالعين كذا؟ أقول يا أبو عبد الله، أنت وراك ما تعرس علي، ترى أنا ما عندي إلا اثنين يتمان. ها وش قلت؟ أقول ما بقى الله أخذك أنتي عقب أم عبد الله الله يرحمها. هين هين يا ابو عبد الله، اما خليتك تعطيني ذا البسطه مهر لي ما اكون انا مناصر. أنت متأكد يا ولدي ما هو أنت اللي حاطن الماعون؟ إيه هبة متأكد ما هو أنا. ولا حصة أختك؟ لا لا ما ظنيت أنها حصيصة، لو أنها حصيصة كان قالت لي. وين راح راحي هالماعون؟ قطعنا والله. ياهي قرصة وياهي مريدي تأخذ العقل. ذكرتني بأمك الله يرحمها. الله يرحمها الله يرحمها. اي انقطع عنا هالصحن. هو عجبك الاكل؟ عجبني. يا زينه زينه يوكل اكل. متاكد يبا؟ ها اي يا ولد ايش بلاك انت؟ طيب جله بالعافيه عليك. تامرني شيء؟ توصي بشيء؟ لا لا ابد يا ولدي. رح 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 رح. يعني متاكد؟ اي يا ولد ايش بلاك. فمان الله فمان الله فمان الله. لا ها ها. إيه والله إيه والله هذا هو يا زين. أم ناصر سام سام الله عدوت. ما شفتي أحد حاطن هالصحن عندي؟ عجبك طبخي؟ هو طبخت؟ إيه يا زينت وزين طبخت. أم ناصر هلا. ما ودك نعود على سالفتنا الأولى؟ إلا بس بشر. وشو؟ البسطة حقتك تكون مهر لي. البسطة وراعي البسطة لك. إيه ولا شوف أنا ومعوني لا تشوفنا. لا 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 لا. يا زينت وزين مواعينت الله يرحمك ويغفر لك. وشو؟ ولا شيء. وتقول ان ابو عبد الله فعلا نسم عبد الله، وهذه سنه الحياه وما يلام. بعض هالقصص تنذكر عشان المبدا اللي فيها، عشان الفائده الغير مباشره.